نحن باقون هنا، نحن باقون هنا، وهذه الأرض من الماء إلى الماء لنا، نحن باقون هنا، زمن القلب إلى القلب لنا. نحن باقون هنا، زمن الآه إلى الآه لنا، كل دبوس إذا أدمى بلادي هو في قلبي أنا. نحن باقون هنا، وهذه الأرض هي الأمة التي ترضعنا، وهي الخيمة والمعطف والملجأ والثوب الذي يسترنا. نحن باقون هنا. 33 عاما مضت على الغزو العراقي الغاشم لدولتنا الحبيبة الكويت، دولة الأمن والأمان. ما تزال هذه الأحداث ماثلة في وجدان الكويتيين جميعا، بل وفي ذاكرة الشعوب نساء ورجالا. جميعهم قدم لي الكويت الغالي والنفيس، ومن أعمال وطنية تدل على حبهم الغالي لوطنهم. أكيد أهل الكويت امتحنوا امتحان ونجحوا فيه، ونريد إيصال تلك الأعمال البطولية التي قام بها الشعب الكويتي لتعليم الأطفال والشباب بناء ثقافة وحضارة هذه الأرض لأنها تستاهل. قدم أبناء الكويت للعالم أمثلة نقدر نقول تعبير عن الوحدة الوطنية، أكدوا خلالها أن ترابطهم وتلاحمهم في وجه المتربصين بهم لا يدين، وتكاتفهم يزداد قوة كلما ازدادت المحنة شدة، مما جعل الكويت مدرسة للوحدة والتآزر والدفاع عن الوطن. طبعا اليوم عندنا هذه المجلة عبد الله، مجلة الكويت، عددها اليوم 467، يعني تنشر في شهر أغسطس، وهي مجلة خصصت لملف خاص، أو خصصت هذه المجلة ملف خاص فيما يتعلق بالنسبة لذكرى الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، وتصدرها وزارة الإعلام. فعلا هبة، يمكن هذه مجلة جدا رائعة، تسلط الضوء على بطولات شهداء الكويت، ويمكن بالأخص اختصت الشيخ الشهيد فهد الأحمد صباح رحمة الله عليه، شهيد الخالد في قلوب الكويتيين رحمه الله، يمكن في صفحة وصفحات أبت الكويت إلا أن يستشهد على أرضها شيخ فهد الأحمد الشهيد الخالد في قلوب الكويتيين. رحم الله شهداء الكويت الأبرار. شهداؤنا الأبرار قدموا أرواحهم لتحيا الكويت بدمائهم الطاهرة وإيثارهم وشجاعتهم، كتبوا حكاية الصمود وذهبوا إلى الفوز الأكيد. فلا شيء أغلى من الوطن، ولا شيء أسمى من الحرية والكرم. ذكرى الغزو العراقي الغاشم 33 أقام متحف قصر السلام بعرض خاص لفيلم التحرير، وهو أضخم إنتاج من نوعه يحكي قصة الغزو وتحرير الكويت. هذا الفيلم من إنتاج مركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري، وهو فيلم يعرض في قاعة أمير الكويت الثالث عشر الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح من ضمن جولة متحف قصر السلام. عرض خاص لفيلم التحرير في متحف قصر السلام. الفيلم الأول من نوعه يحكي قصة الغزو العراقي الغاشم وقصة التحرير، من أهم شاهدين لها الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وولي عهد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح. وهذا الفيلم من إنتاج مركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري. والفيلم أروع ما يمكن،
يعني أنا أحفادي معاي قاعدة أقول لهم ترى هذا شوي شيء بسيط من اللي نعيش له، اللي عايش المأساة فعلا حس يعني رجعتنا للدموع مرة ثانية. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الأمن والأمان، الحمد لله على نعمة التحرير. فيلم جدا رائع، يعرفون قيمة حكومتنا الشرعية اللي ما ظل مكان في العالم إلا لفته خلال ساعات علشان ترجع لنا قيمتنا، لأن بدون الكويت ما نسوى شيء. رسالة أقولها لكل عيالنا، ترى أنتوا بدون الكويت ما تسوى شيء، كنوز العالم ما تسوى ذرة من ذرات ترابها. الفيلم كان جدا جدا يعني ما شاء الله عجيب، رجعنا بالذكريات، أحس يعني كني يعني عشت الفترة مرة ثانية، وبالأخص إنه كان بصوت الشيخ سعد الله يرحمه وبابا جابر الله يرحمه، فالصراحة صدق يعني ردينا بالذكريات لورا، والعمل وايد جبار. الفيلم جدا جميل، اختصر أحداث وايد وثائقي، في شغلات وايد رجعتنا لورا، خاصة يعني هذه بادرة طيبة في توثيق يعني التوثيق بالفيلم هذا حق الغزو العراقي اللي صار، ووايد حلو الشغل. في يوم الخميس الثاني من أغسطس عام 1990، ليلة سوداء يستذكر الكويتيون ذكرى أليمة ودروس وعبر من هذه الأزمة. ما هي قصص الناس الذين عاشوا تلك اللحظات في هذا اليوم؟ وكيف كان شعورهم؟ وكيف عاش أهل الكويت تلك الأيام؟ ماذا كانوا يفعلون؟ وكيف كانوا يقضون أيامهم؟ قصر دسمان على منظر ماء ساتر. شلون وصلت الخبر؟ شلون عرفتي بالموضوع؟ والله كنا يعني مثل ما تقولين نايمين، ويعني على الفير تقريبا صحينا، يعني قولي على الأربع. احنا بيوتنا اللي على الشارع الرئيسي، اي منطقة الحين؟ احنا بالصباحية وبيوتنا كانت على الشارع الرئيسي، ف يعني قعد ابوي وسمعنا يعني مثل تقول سيايير وكذي، وتقريبا الساعة 7-7:30 اللي طيارتين يو، واللي في صفة مال الاتصالات اللي في الصباحية جنوب الصباحية، البرج مال الاتصالات اللي في صفة قبل 2-8-1-8 كنت موجود، فصار طبعا اليوم هذا لا وصلنا 2-8 أساس إن إحنا نطلع اليوم، والشباب دشوا علينا قالت الكويت محتلة خلكم قاعدين. طبعا من أوامر من ضباط الكوار عندنا بالإدارة، فتمينا اللي هو كان يوم الخميس، مر علينا يوم الجمعة. هاليومين الخميس والجمعة أكثر صعوبة من الأيام كلها. كنت قاعدة أطالع يوم الأربعاء بالليل، تقريبا كان عندنا فرنسا الساعة 12 أو 11 كانت، والساعة 12 بالكويت،
شفت لايف بسكاي نيوز إيراكي تروبس on the Kuwaiti borders. أذكر كلمت الوالد كان بالكويت، دقيت عليه مكالمة دولية، قلت له يبا ترى العراقيين على الحدود، كان يقول لي يبا رقدي وآمني، ماكو شيء، للحين ما حد قال لنا أي شيء، ما ندري عن أي شيء. قلت له يبا أنا قاعد أشوفهم بالأقمار الصناعية، أبطل التلفزيون ما في شيء يعني. لأن بعدين تفاجأت من التليفون يالي من الوالدة، كانت جاي من الدوام، فقالت لي صار غزو، فما كنت أعرف شنو غزو يعني كانت تقول لي حرب، فقلت لها معامل، كانت تقول لي مع العراق. طبعا احنا عشنا هاي تقريبا مرهق كامل يعني، لأن بيتنا كان الناس كلها تجمع، كان الوالد جايب شركته المواد الغذائية كلها وهو ويا عمامي حاطينها بالبيت، فصار بيتنا مركز بالمنصورية، فالناس كلها تجمع من فنانين من كل أقطاب الكل كان يجي البيت عندنا، وأتذكر اللحظات هذه كلها يعني. موقف ما تنسينه ذاك اليوم؟ والله ما أنسى يوم خذوا أخوي الحمد لله، وخذوا ولد عم زوجي شهداء، ومهداء عبد اللطيف الحمدان الله يرحمه، ويعني وخذوا اللي يعني تقريبا كم واحد هم بعد بالفريج، كان بآخر فريجنا واحد يا كان ياخذ العراقيين هو اسمه برجس، وصار ذاك اليوم مثل اقتحام على صار في يعني بلاغ ان في واحد كان ياخذ عراقيين يذبحهم ويصورهم وكذي، وطبعا يو وسووا حاوطوا المنطقه وفتشوا وخذوا من ضمنهم الله يرحمه عمي عبد اللطيف الحمدان، هو ما كان له علاقه اصلا ولا لا شغل، كان طالع رايحين طرادين من الصلاه وجايين يسيرون على ابوي بالبيت، واخوي طالع يعني ومسكوهم. وهم طبعا العراقيين كانوا موجودين ويانا هذا الدفاع المدني دشوا عندنا، هذول أكراد، إيش الأكراد شوية يحنونين على هذا لأنهم مغصوبين وياين العراق، بس هم كلهم قزات. يقولنا وقالونا طبعا إحنا كانوا أهالينا يبون ماي، وكنا نوزع ماي، وقفت الكويت بالماي من الحريق والانقاض نوزع ماي، ف يوم ردينا قال الحين راح كلكم ناخذكم ونعدمكم، لان ايش قاعد نوزع ماي. يو العراقيين الثانيين هذول الكراد رفعوا السلاح على ربعهم بيننا وبينهم، هذا الموقف انا ما انساه. كان في محطه بنزين على شارع بيروت اللي في المخبر قالوا سكروها لانه صار في نار او حرائق، ما كان في ضرب، ما كان في جنود عراقيين وسط حولي، كان في طيارة عراقية هيلوكوبتر طاحت في المضخة على الدائر الثالث مقابل منطقة القادسية. أحداث اليوم الأول حية في الذاكرة تماماً، ما أنساها أبداً. يعطيك العافية وقواك الله، وعسى الله يحفظ الكويت وأهلها وقيادتها. آمين، اللهم آمين. الرئيس بوش يقول إن العالم لم يتمكن من الانتظار أطول من ذلك لاتخاذ إجراء عسكري في الخليج العربي. صرح البيت الأبيض قبل ساعتين بأن تحرير الكويت بدأ رسميا الساعة 11 توقيت لندن، وقد أعطيت العملية اسم عملية عاصفة الصحراء. لم تقتصر مقاومة العدوان العراقي والوقوف بوجهه على الأبطال اللي ضحوا بأرواحهم في المقاومة الداخلية، بل كان لأبناء الكويت ممن كانوا في الخارج خلال ذلك العدوان دور كبير في الدفاع عن الكويت بمختلف الوسائل. فهنالك طلبة الكويت في الخارج انضموا والتحقوا إلى قوات التحالف الدولي، انخرطوا مع الوحدات العسكرية الأمريكية المختلفة. رحب بضيوفنا اليوم الأستاذ سعود خالد الزيد والدكتور صلاح الحمادي، الطلبة المتطوعين في الجيش الأمريكي في حرب تحرير الكويت. مساكم الله بالخير وحياكم الله. مساكم الله بالخير. وأنا سعيد بوجودكم اليوم معنا في مساء الخير يا كويت. ويمكن من قبل الله حتى نطلع على الهواء، الكلام اللي دار ما بينكم والذكريات اللي تذكرتوها، ويمكن أستاذ سعود قلت خلال 4 أيام من يالك الاتصال أنك بتطلع
ما قدرت تنام وانت بس تتذكر. نعم. انا ودي ارجعكم الحين بالسنين اللي ورا. بدايه قبل ان نتكلم عن هذه الذكريات، شنو كانت دراستك استاذ؟ انا علوم كمبيوتر واداره اعمال في الولايات المتحده الامريكيه. نعم. دكتور صلاح؟ انا دكتور اقتصاد، فكنت ادرس اقتصاد في ذاك الوقت في تكساس. نعم. يوم كان الغزو، بدايه الغزو في سنه 90 تلقينا، يعني شلون تلقيت الخبر؟ الخبر كان أمانة يعني صاعقة. كنت أنا أخوي جايني زيارة، أخوي كان طالب ضابط في ذاك الوقت، عندهم الإجازة الصيفية جايني، وإحنا رايحين كاليفورنيا، كنا أنا تكساس وطالعين سان فرانسيسكو. حلو. وأذكر أن كلمت الوالد الله يرحمه بالداخلية، فقلت له يقولون في حشود، ويعني اللي نشوفه بالمختطرات الأخبار. نعم. قال لي لا، سحابة صيف وتعدي إن شاء الله الأمور طيبة، لا تحاتون، استانسوا. فكنا أقول لك في سان فرانسيسكو 2/8 بالليل، طبعا 1/8 عفوا بالليل، عندنا هني الفجر. طالع CNN وشيء يعني مهول في خريطة الكويت، خريطة العراق وجيش، ما ندري شو السالفة يعني أمانة. فشوي ساعة 2 بتوقيتنا فرق إحنا 10 ساعات. نعم. ولا غزو العراق يغزو الكويت، طبعا بالإنجليزي عراق invaded كويت، أوف قنبلة لنا. فأمانة كانت صاعقة، وبعدها عاد. نعم. بعد راح ندردش بعد ونعرف التفاصيل أكثر. أستاذ سعود، شلون تلقيت الخبر وين كنت؟ احنا كنا ماخذين كورس صيفي في انديانا ستيت يونيفرسيتي، مجموعه من الطلبه الكويتيين قاعدين نتعشى، وكنا نشاهد برنامج تيد كابل نايت لاين. بلحظه كذي طلعت السفاره الامريكيه وفندق الهيلتون انا ذاك الحين يسمونه السفير، ودبابات، وكان كانوا كاتبين متوقع انقلاب او انفيجن، اللي هو دخول العراق على الكويت غزو. نعم. ف نفضت ايدي من الاكل ورحت اتصلت من تلفون عمومي على ابوي، تلاقي ابوي يقولون انقلاب، قال لي خسون، هذه طيارات صدام فوقنا، لا انقلاب ولا قالها الله، واسمع ديره ما فيها الصباح ما نبيها، ودير بالك تردد، لا تخلي الكويت، واحنا قاعدين لهم داخل، وانتو بامريكا واحنا بامريكا. نعم. انقطع الخط الحين. انا ما ادري هم يتنصتوا على الوالد وراحوا للبيت. من ذاك اليوم انقطعت اخباره. شدي تلقينا الخبر، كانت صدمه، وما زالت يعني هذه الصدمه تاثر فينا. يعني لما انت يعني تكون قاعد ومرتاح ومطمن ويك خبر انك فقدت وطنك. هذا المشاعر، لو بقول لك شنو كانت مشاعرك ما تقدر توصفها لي. لا مستحيل، لا ارجوك لا تذكرني فيها، لانها مشاعر خاصه جدا يعني. نعم. مؤثره جدا. الحمد لله على نعمه الوطن. الحمد لله. والحمد لله على نعمه حكامنا الصباح. والحمد لله على نعمه اهلنا الطيبين اللي بأنفاسهم وببركة دعائهم هذا البلد باقي. الحمد لله. دكتور مشاعرك؟ أمانة المشاعر كانت فاجئة، واللي يزيدها لما تتلقى أخبار يعني نيجاتيف، احنا نقول عنها مثلا احتلت الكويت، الشهيد أحمد الفهد مات الله يرحمه عند باب قصر دسمان، الحكومة ما ندري وضعها كيف. طبعا الحمد لله ان الشعب يعني في اخبار ايجابيه كذلك معاها. نعم. صمود كيفان. صحيح. فهالاشياء كانت تطمننا. صحيح. اخبار اقول لك يعني مفجعه، لكن في اخبار حلوه كذلك. نعم. تجيك من هني وهناك، تعطيك نفس، تعطيك اكسجين انك تعيش الاحياء هذه. نعم. انا لاحظ ساسود انك مجرد الحديث والعوده للذكريات حركت المشاعر عندك مرة أخرى، كأن الحدث هذا أمس كان. نعم.
ويمكن هذه الكلمة والجملة هذه أنت قلتها حق الدكتور قبل أن نطلع على الهواء، قلت له كأن الموضوع كان أمس. هذه يعني مشاعر الوطنية اللي فيها أهل الكويت، يعني خصوصا أيام الغزو لما كنا عايشين مع بعضنا. أتذكر لما تطوعنا مع الجيش الأمريكي وطالع لدار مداري الرشيدي العازمي الكندري الدشتي الزيد الحمادي الرشيد، كنا أسرة واحدة، يعني كنا أسرة واحدة وكلنا متفقين على نفس الهدف وكلنا مستعدين نضحي بأرواحنا عشان هالبلد. إن شاء الله يعني إن شاء الله ترد هذه المشاعر فينا إن شاء الله تكون موجودة بوجودكم ونقلكم لهذه المشاعر والأحداث اللي صارت. شلون التحقتوا دكتور صلاح؟ شو اللي خلاكم تروحون وتقولون لا والله نبي ندخل؟ بدايات طبعا كان احنا في ذاك الوقت كان الاتصال مع السفارة، وكان في كذا مرة رحنا واشنطن دي سي عندما جاء الشيخ رحمة الله عليه الشيخ جابر إلى واشنطن دي سي، كان في نيويورك بعدين راح واشنطن دي سي. فكان يعني احنا نبي نلتحق بأي صفة إن كانت، يعني مو معقولة تشوف بلدك في الوضع هذا وانت ما تسوي شيء. فبالتالي السفاره عن طريق السفاره اتصلوا علينا قالوا يعني عقب الاحداث هذه كلها ان في نبي مترجمين حق الجيش الامريكي ونبي ناس تلتحق. على طول من غير تردد لبينا النداء ودربنا، كنا يعني معسكري مو عسكري مدنيين طلاب تو صغار يعني بدايات حياتنا. بس ما تفكر انت، يعني انت قاعد تفكر وطن، الوطن هذا هو كل شيء بالنسبة لك، هو حياتك، هو أهلك، هو معيشتك، هو جنتك بالأرض اللي تعيشها. فمستعدين كنا يعني نفدي بأي شيء بس إنه نسوي لو شيء بسيط باللي عطانا إياه الوطن. نعم. تتذكر التدريبات اللي خذيتوها في هالفترة؟ قبل التدريبات يعني أعطيك نبذة صغيرة، إحنا أول ما تلقينا الخبر اجتمعنا كنا خمسة إن شلون ننظم أنفسنا، وبدينا في تنسيق مع سفارة الكويت ناخذ التعليمات. أول شيء كنا نسوي تظاهرات سلمية نطالب الشعب الأمريكي بدعم الكويت بتحرير الكويت، وكذلك نطالبهم بإرجاع القيادة الشرعية للدولة اللي هو نظام أسرة الصباح، وحصلنا التوقيعات وندزها للسفارات. ايضا كنا ناخذ التعليمات من السفاره شلون نقدر نسوي مناظرات مع مؤيدي صدام، وشلون كنا نزور الطلبه في المتوسطه والثانويه نوزع عليهم تيشيرتات فري كويت لنشر الوعي. كنا ندخل حتى الكنائس عليهم نعطيهم التيشيرتات. وجدنا تعاطف كبير لين جانا خبر الاتصال ودك تتطوع. طبعا ابي اتطوع يعني هذا اللي ندوره احنا ناطرينه سنين. والله يعني الحمد لله يعني بارك لنا وقدرنا نتطوع معاهم في الجيش وتعلمنا الكثير. كان في فتره تدريبات لكم؟ طبعا تدريبات مو سهله، تدريبات جيش، بس كانت مركزه بالنسبه لنا احنا على التنصت. شلون نتنصت ونحدد احداثيات مواقع العراقيين او الجيش العراقي يتكلمون بالعربي عشان توصلونها. اول شيء انت يعني الجيش الامريكي منظم الى اخر درجه، يعني عندهم لغه هذه اللغه شلون تكتب اللغه الانجليزيه باللغه العربيه زين، وتستخدم جهاز كان مصنوع في سنه 1959 ما شاء الله زين. هذا الجهاز في شاشه عليه خريطه من المغرب الى روسيا. حلو. اي واحد يتكلم باللاسلكي يصيد صوته على طول. تضغط الاسكيب بتن كل ما ركزت على دشتي مثلا عليك. حلو. اركز اضغط الاسكيب بتن كل ما صغرت مساحتك، كل ما قدروا خلال دقيقتين يضربون موقعك. نعم. فالتقنيات اللي كانت مستخدمه ساعدت وايد
حلو. يعني في تحرير الكويت. نعم دكتور، تتذكر الرحلة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية؟ كنا في فوردكس نيوجيرسي، القاعدة اللي موجودة هناك، وأذكر طيارة الكويتية 747 جت لقاعدة فوردكس، وكان رحمة الله عليه سفيرنا في ذاك الوقت سعود ناصر الصباح بطل تحديد، والله يرحمه فهد العدواني من المكتب الثاني العسكري. فرحنا من فوردكس دايركت، طبعا لا والله وقفنا في بريطانيا عبينا بنزين، وبعدين كملنا إلى مطار الملك خالد. رحلة كانت أمانة لا تنسى، ما تنسى، لأن وصلنا يوم 17/1 طبين السعودية بداية الحرب الجوية على تحرير الكويت. نعم. أمانة كان شعور لا يوصف. فهذه الرحلة كانت يعني أمانة من اللي ما تنساها. ما تنساها. رحلتك أستاذ سعود نفسها كانت؟ لا، أنا على طيارة تابعة للجيش الأمريكي. هي. نزلنا في إسبانيا، بعدين رحنا الجبيل، نزلنا في الجبيل هناك قعدنا ليلة، وبعدين وزعونا على في الأماكن، يعني كل مجموعة لها مكان معين. إحنا كنا من المتفوقين في التنصت أثناء الدورة، فحطونا احنا 5. نعم. حطونا مع اليو اس مارينز، انت نصت على الجيش العراقي. ونحدد اماكنهم. شعورك اول ما دخلت الكويت بعد غياب اشهر؟ اكيد الرحلة، هذه الرحلة، الرحلة للكويت كانت مدتها يومين. نعم. اسف، يومين. طلعنا الفجر من السعودية بسيارة، كنا قاعدين ورا يعني مثل النساف قاعدين ورا، احنا 5 ما ندري وين فيه، فكنا نمر على ممرات فيها ألغام، نوقف نرجع مرة ثانية ناخذ كليرنس نرد مرة ثانية ندخل. وصلنا الكويت بالليل، الحين احنا ما ندري ننام قبل نروح، ما نشوف ما ندل ولا ندري وين فيه. فعموماً بعدين ودونا إلى صبحان اللي هي مخازن وزارة التربية عدل. هناك وقعدنا معاهم حول 4 أيام. بعدين يعني واحد منهم قال لي ما ودك تروح تشوف أبوك وأمك، أنت قاعد 4 أيام هني، واحد من الضباط. قلت له ودي بس خايف، ما أدري هم موجودين ولا لا. فقال لي اركب وياخذ معي عسكريين 5 ونروح. عندنا احنا الام 16 هذه المفروض انك انت هذه ما تهدها. فلما وصلنا البيت قلت له انا ما ادخل بالبيت فيها، ما ادخل بالسلاح. قال لي خله عندي. بطلت الباب، لقيت ابوي وامي واخوي الله يرحمه، الله يرحمه ويرحم والدي يرحم موتاكم، موجودين بالحوش. هذا يمكن يعني شعور لا تقدر، ما تقدر توصفه. هذه الكلمة. الصورة؟ اي نعم. هني الوالدة خشيت. صلى يطول بعمرها. صلى يطول بعمرها. وهذا باللبس العسكري. هذه الصورة، هذه دخلتي. ما شاء الله. شعورك دكتور صلاح أول ما دخلت الكويت بعد غياب؟ والله شوف، احنا كنا في رفحة. ويعني ما شاء الله عندنا الدكتور جمال العقيلي وعبد الله موثق كل شيء في كتابه، حتى معسكرنا اللي كان في رفحة ما دخلونا أول شيء، لأن حنا نفس الشيء أجهزة وتنصت وهذا، وللحين ما انتهت الحرب. نعم. كومبليتلي بعد تحرير الكويت في 26/2، فكنا في رفحة قعدنا تقريبا 2 شهر. نعم تحرر الكويت، واحنا غليان كل يوم نبي ندخل، نبي نشوف اهلنا داخل، ونحن عليهم يقولون هذا هني دور وطني وبالداخل دور وطني. فكنا نستحمل اساس ان الحمد لله الكويت تحرر. بس بعدين يوم دشينا ويابونا باص، دشينا طبعا كان
دخان وليل ومثل ما تفضل أخوي سعود ما تدري ليل نهار، مع أن تشوف الساعة يقولون 10 الصبح بس وليل، بس كان شعور مو مصدق. طبعا كان وايد يعني دبابات محترقة على أشياء يعني، بس أنت كأنك سبحان الله داش جنة، تبي تقول ما شاء الله شال شفت هذه الأشياء السوداء كلها عندنا جنة داش فيها. أكيد هذا بعد الغياب اللي طال، لكن الحمد لله رد الحق لأصحابه. أنا سعيد جدا بوجودكم اليوم، ودي الوقت يكون أطول وأطول مفروض. نستذكر معاكم ذكريات كثيرة ولو بنسولف ما راح نخلص. شكرا لك على وجودك وعلى الذكريات. الله يحفظك اللي شاركتنا فيها وشاركت المشاهدين كذلك. دكتور صلاح شكرا لك. مشكورين ما قصرتوا والله. وأنتم اللي شكرا لكم ولدوركم البطولي ما فيها منا هذه، والحين دوركم أنكم تنقلونها للأجيال القادمة إن شاء الله. هذه ما فيها منك أكيد بلا شك. كلنا وكل شخص كان موجود على هذه الأرض الطيبة سواء كان موجود في الكويت أو خارج الكويت كان له دور في الغزو على ما ردت ديرتنا الحبيبة الغالية. شكرا للأستاذ سعود خالد الزيد والدكتور صلاح الحمادي اللي كانوا متطوعين في الجيش الأمريكي في حرب تحرير الكويت ودخلوا الكويت، وهم اليوم معنا ينقلون لنا مشاعرهم وذكرياتهم. راح نتواصل معاكم ونستمر في مساء الخير يا كويت، ولكن من بعد هذا الفاصل. الدور الذي قام به الكادر الطبي العامل في وزارة الصحة خلال فترة الغزو العراقي كان فعالا، وحرص الكثير من الأطباء على استمرار تقديم الخدمات الطبية لرجال المقاومة والمواطنين والمقيمين دعما لصمود أبناء الوطن في مواجهة المعتدين. فعلا رجال من الأطباء برزوا في هذا الوقت وهذه المحنة اللي مرت على الكويت وتمسكوا بدورهم المهني والإنساني النبيل في إنقاذ المرضى والمصابين، ومنهم من استشهد ومنهم من أسر، كل هذا حبا لعملهم وحبا للكويت. اليوم يسعدنا بأن يكون معنا نموذج مشرف من أطباء الكويت، ضيفنا اليوم اللي منورنا في استوديو مساء الخير يا كويت البروفيسور الدكتور طارق سنان استشاري الأشعة التداخلية والآلام في المستشفى الدولي. دكتور طارق مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، مشكور أخوي عبد الله، مشكور أختي هبة على الاستضافة. حياك الله. طبعا دكتور احنا جدا سعيدين بوجودك اليوم، خاصة لما نتكلم عن أحداث 2 أغسطس الكل كان له دوره الفعال في الكويت وخاصة في تقديمهم لكل ما استطاع، لكن اليوم دائما لما نستذكر هذا اليوم نجيب طاري لما نقعد مع الأهل، وين كنتوا؟ شنو اللي صار؟ شنو كانت مشاعركم في ذاك اليوم؟ فريت نبلش معاك في هذا الجانب إن شاء الله. هو بالنسبة للمشاعر ودور كل واحد، أنا أعتقد كل الكويتيين قاموا بنفس الدور ولهم نفس المشاعر، يعني كل التجارب واحد التجارب سيئة ما حد طبعا، وكل من حاول يساعد بطريقته. أنا أتذكر بس يمكن أول شلون عرفت أنه صار الغزو، طبعا احنا كان عندنا ما ندري كلنا بالكويت كنا سحابة غيم، الصبح قايم رايح الدوام مشغل حاط الكاسيت، على ايام كان كاسيت ترى ماكو شو اسمه، حاط الكاسيت وما اسمع الاذاعه واسمع طق واشوف دخان، وقتها كان الحرائق وايد حريقه ثانيه. لما وصلت المستشفى نزلت دخلت المستشفى اشوف ركضوا راس رايحين رادين، ما عرفت لما شو يقولون صار غزو وغزو الكويت، كان الساعه 7 الصبح. باختصار يعني دوري كان ان انا كنت مسؤول في الطوارئ، كان في وقتها كنا نعالج الجرحى الكويتيين سواء مواطنين او جنود، ولكن اللي يمكن الناس كثير ما تعرف ان احنا كنا نعالج وننقذ حياه الجرحى العراقيين. اوكي، واللي كان يجيبهم المستشفيات كانوا الكويتيين نفسهم، يعني الكويتيين عندهم هذا يعني الانساني والحنيه، ان لما يشوفون جند عراقي ما كانوا يذبحونه ولا يقطونه في الشارع، كانوا يحطون السياره يجيبونه عندنا المستشفى واحنا ننقذهم. وانقذنا حياه كثير من الاطباء، وكانت هذا كان هذا دوري لغايه وقت محدد صار عندي مثل تضارب
لأن كرسالة إنسانية أنت مضطر أنك تعالج العدو. نعم. ولا تفرق ما بينه وما بين المواطن الكويتي. صح. لكن داخلك أنت حبك لوطنك. فش تسوي؟ يعني قلت استمر في رسالتي. لما صار يوم لم تذكرون المظاهرات اللي كانت تطلع. بعدين كانوا العراقيين يرموهم. بس صارت المظاهرات تطلع يطلعون النساء والأطفال على بنا ما راح تقوم العراقيين. قدامي كنت رايح برمثية بالشارع الرئيسي. اوكي اخذ اخوي دكتور جمال الغانم اوكي بالشارع رموهم العراقيين قدامي طاحوا نساء واطفال ركض جمال من بيتهم وانا نزلت من السياره اطفال واحد 14 سنه وواحد 15 سنه جمال شاف ال 14 سنه مضروب ريوله ربطه انا اللي كان 15 سنه كان طلقه في الرقبه قاعد ينزف اضطريت احط صبعي داخل مكان الطلقه عشان اوقف النزيف اوكي لغايه لما وصلت المستشفى مبارك اللي أنا كنت أشتغل فيها توفى أول ما الله يرحمه في الكويت هني بدأت الأفكار إن فعلًا تضارب صار يتصاعد إنه ما خلاص يعني دور هذا الإنسان بعدين صارت أشياء أخرى إنه قمنا مثلًا شفنا إن الشهيدة رحمة الله عليه دكتور شام العبيدان مجرد لأنه يعالج الجرحى في البيت دشوا عليه طقوه فاس وذبحوه وقطعوه عندنا بالمستشفى في هذه المرحلة يعني قررت إنه ما يصير إنه قاعد أنا ما أسوي شيء. أخوي كان في القوات الخاصة، كان عنده أسلحة من القوات الخاصة ومنظم من المنظمين في منطقتنا المقاومة. فكنت الصبح أروح المستشفى والليل مع أخوي المقاومة. أخوي كان أبطال الكويت في الرماية في فرنسا كان المركز الأول في الرماية ولا. فكان وايد قناص. كان يقنص العراقيين أوكي في مناطق حساسة. إحنا كنا بس نتبعه و. يعني نقاوم الرمي مثل كل نعم. الشعب الكويتي لما وصلت مرحله ان لا يعني ما اقدر ان اكون طبيب لما صارت الامور تاخذ قتلوا اخوي بنت عمي اخذوها وللحينها ما رجعت الله يرحمها زوجتي كانت ايرلنديه وكانوا يبون ياخذون الاجانب ويدونهم من العراق اخوي كانوا اخذوا كشف القوات الخاصه وكانوا يدورون عليه فكان يحوس من مكان لمكان اضطرينا ان احنا ننحاش ونروح السعودية نطلع أهلنا وانضمينا أنا أخوي للمقاومة عفوا المقاومة للجيش الكويتي وحصل أنه حطوني مع الجيش الأمريكي ليس كمترجم في قوة خاصة القوات الخاصة اللي هي استطلاعية أوكي كعسكري وكطبيب حلو فكنا كل يوم ندش الكويت ونطلع يوميا كنت تروح وترد إيه بس إحنا جيب واحد وفي هم أربعة وأنا معاهم ما حد كان يدري هالشغلة هذه وكنا نجيب معلومات استطلاعية وكان عندنا نظارات ليلية وكان عندنا ليزر نقدر نعطي إشارة للطيارة وين الهدف يطقونه ويشوفون مواقعهم فكانت استطلاعية فحدثت أحداث كثيرة يعني بوقتها وكنت من أوائل من الحمد لله دخلت مع الجيش الأمريكي وكان في إطلاق نار وتبادل إطلاق نار اللي صار انه يعني اتذكر من هذه الفتره الحمد لله انا يعني لمست اول ما دخلت ولمست ارض الكويت كل مره ادخلها كنت بالاستطلاع ابوسها فلما دخلت كتحرير قعدت وصليت اسرنا كثير من العراقيين لكن ما يدرون احنا دخلنا عليهم من كل مكان اوكي جنود وضباط صدق انه كان معانا بعدين دشوا الجيش الكويتي ولا واحد من الكويتيين لا قتل كان ناسرهم نربطهم ونردهم السعودية فما يعني هذا الموقف يذكرني إنه بإنسانية المواطن الكويتي بعد كل اللي مر فيه مهما كان العدوان قاشف مهما كان العدوان من أي مكان ظالم لكن الكويتي ما فقد إنسانيته نعم فعلا دكتور وخاصة اليوم في حب الوطن الكل يحاول أنه يبذل كل ما يقدر على أساس أنه يساعد الجميع لكن اليوم أنت كنت على قولتهم بين نارين خاصة الطبيب عند القسم اللي هو يساعد الجميع بشتى المجالات لكن شعورك وأنت كنت موجود اليوم خاصة لما شفت هذا الصراع بين أنك أنت تساعد اليوم العدو وتساعد اليوم المواطنين وبعد ما دخلت في المقاومة وحاولت أكيد أن أنت تبذل قصارى جهدك كلمنا عن هذا الشعور عن هذه المرحله اللي مريت فيها انا اقول شخصي والله هي مرحله جدا صعبه ليست يعني عشان مو من ناحيه الغزو من ناحيه الصراع النفسي صحيح. اوكي ما بيني وما بين نفسي وين ولائي للقسم الطبي وهل ولائي لوطني صحيح وبصراحه باختصار يعني الولاء للوطن تغلب على ولائي للطب
ولا لمهنتي، لأن بالنهاية من ليس له وطن أو لا ينتمي للوطن فهو لا ينتمي لشيء. صحيح. أوكي. فهو صراع كان نفسي يعني، هذا أثر علي لسنوات عديدة حتى غير تخصصي. قبل الغزو كنت أنا جراحة، بعد الغزو تغير تفكيري إن أنا أدخل مجال نادر مو موجود صعب شو اسمه، عشان كذا دخلت في مجال أشعة تداخلية. هذا ما كان مو قبل الغزو، هذا بعد الغزو. بعد الغزو غيرت، كنت جراحة، كنت جراحة وكنت جراح، كنت عمليات جراحية، لكن بعدها دورت إن شيء يعني يختلف. كانت الأشعة التداخلية شيء نادر، كان صعب الحصول على الشهادة هذه. فأنا من بطبعي أحب التحدي، فحبيت إن أتحدى نفسي ورحت بعثة. أوكي في إيرلندا، والحمد لله الله وفقنا في التخصص. العمل الإنساني دكتور يترك أثر جميل عند الإنسان، ومساعدة الناس والمرضى، ويمكن هذا الشيء اللي يميز الدكتور طارق سنان، اللي يقدم لمرضى أحيانا وغالبا العلاج في المجان. كلمنا عن هذه الصفة الجميلة اللي موجودة في الدكتور طارق. اي هذه بعد صراع ثاني. الحين انا يعني اشتغلت الحمد لله في القطاع الحكومي وفي الجامعة، دكتور في الجامعة وبمستشفى مبارك للصحة، اوكي، لمدة 30 سنة. اوكي ومستعد كنت أكمل. بعدين جاءت فترة إنه صار إنه وايد القطاع الخاص والقطاع الحكومي، فكان لازم أستغني عن القطاعات. تقاعدت من القطاع الحكومي وظلت في القطاع الخاص، لكن يظل يعني أنا صار لي في القطاع الخاص يمكن 26 سنة ما شاء الله. ما يعني في شيء داخلي يقول لي إنه نرجع لموضوع القسم الطبي، وأنا ليش دخلت الطب؟ هي لمساعدة الناس. صح. في القطاع الخاص مشكلته بمقارنة القطاع الحكومي إن أنت ما تقدر والله تقول أنا بعالج هذا بلاش، هذا بسوي له نفس الخدمة، لأن المستشفى مو بلاش، بانينها ولها يعني مصاريف. لكن الحمد لله الله وفقني مع المستشفى الدولي، أن أحد شروطي، أحد شروط عقودي، أن تعال اشتغل عندنا، بس أنا عندي شرط. شرط ما لكم شغل شنو بعيادتي شو أسوي، ما لكم شغل، واحد بعالجه بلاش ما لكم شغل، واحد بأخذ منه 50% ما لكم شغل، واحد بدفع من جيبي ما لكم شغل. أبي اللي هو إن أنا فقدت العمل في القطاع الحكومي اللي أقدر أعالج جميع الفئات المقتدرة والغير مقتدرة. الحمد لله الحين صار عندي فرصة إن أنا بكيفي اللي أشوفه مو مقتدر أعالجه حتى ولو ببلاش، اللي مقتدر أو عنده تأبين يدفع. وفي النهاية همن المستشفى رابحة، والفكر مال المستشفى هذا نادر في أي بزنس، مو بس في القطاع الخاص من الصحة. أوكي إنه يقول لك أنا بأربح أكثر، اوكي ليش تخسرني؟ لكن الحمد لله يعني المستشفى الدولي قالوا لي لا، اوكي احنا مستعدين ان احنا نضحي في مقابل، وعندهم نفس الرساله. لا يعني الفكر هذا، طبعا انا كنت في عده مستشفيات ما بذكرها، لكن هم الوحيدين اللي وافقوا على وافقوا على المبدا هذا. اوكي كان عندي شروط كثيره، يعني الشرط الثاني ان ابي ابني مركز في الكويت لعلاج بالعلاج بالاشعه التداخليه وعلاج الالام العمود الفقري والمفاصل، اوكي بدون جراحه. أبي هذا يكون يغطي الكويت كلها. هذا أنا حاولت من زمان أن أطرح الفكرة في القطاع الحكومي، عشان يكون فيه بالقطاع الحكومي هذا التخصص، مستشفى خاصة توفر على مستشفى الرازي وبن سينا اللي هم بس متخصصين حق عمليات. صح. لعلاج بدون جراحة ما صارت الفكرة بالحكومة، ظلت في بالي، طرحتها على المستشفى الدولي وتبنوها، والحين عندنا الحمد لله أكبر مركز، قاعدين نشتد بناس أكثر وأكثر. المركز لازم يكون فيه طبيب أشعة داخلية، طبيب جراحة عمود فقري، طبيب عظام، طبيب علاج طبيعي، طبيب نفسي. أوكي هذه هي الفكرة ببساطة، أن تعالج الشخص من جميع الأعراض والأسباب. نعم. وأيضا كونك بروفيسور ودكتور فيما يتعلق بالنسبة لتخصص الأشعة التداخلية والألم في مستشفى الدولي، إحنا اليوم عارفين أن التقنيات دائما تكون جدا مهمة في عالم الطب نفسه، وفي المستشفى عندنا الكثير من الأشياء المتطورة فيما يتعلق بالنسبة لعناية المريض وبالنسبة للكشف عنه. كلمنا عن مدى أهمية هذا الشيء خاصة في المستشفى الدولي. هو يعني أنا ما بكون يعني أتكلم على كأنه دعاية حق المستشفى الدولي، يعني ما له علاقة. أنا دائما أقول أنا أشتغل بروحي، أوكي نعم. مع أنا ما أشتغل عند أحد، أوكي. لكن كانت أحد شروطه يقولش قبل أروح الدولي، إنه يعني هم من زمان المستشفيات كلها يشوفون الطبيب الناجح يقول تعال، أوكي من زمان أقول لهم لا، أنا أبي جهاز أشعة تداخلية
قوي ويكلف 750,000 دينار. اوكي، ابي جهازين سونار، ابي 7 غرف، ابي غرفه خاصه للعلاج بالاشعه لكن البسيطه والاشعه دقيقه، ابي اجهزه اوزون، ابي اجهزه ليزر، باستهلاكات، هذه كلها مكلفه يعني. نعم. يعني هذا استثمار. نعم. من المستشفى الدولي اللي وافقوا عليه، لما وافقوا على الشرط الصراحه يعني انا ما قدرت، يعني انا كنت مرتاح قبل. نعم. بس لما احد يوفر لي كل. نعم. هذه الشروط طبعا انا ما راح، مو لي انا يعني، ان شاء الله 3 سنين 6 سنين يمكن اتقاعد، لكن في اجيال اخرى. نعم. الحمد لله دربناهم وموجودين في المستشفى عندنا الدولي وفي مستشفيات اخرى. نعم. كلهم تلاميذي، هم راح يقودون هذا الفكر هو العلاج بتدخل البسيط. فلما يكون في مراكز. نعم. هذه اتمنى في كل المستشفيات والقطاع الحكومي كذلك يكون موجوده. اوكي، فلما المستشفى تستثمر هي لا تستثمر فيني، هي تستثمر في المستقبل في المستشفيات. نعم. 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 نعم اكيد ان شاء الله. كل شكر لك دكتور طارق، احنا سعداء بوجودك اليوم معنا في البرنامج واثراك لنا في هذه المعلومات. شكرا للبروفيسور الدكتور طارق اسنان استشاري. اقدر اقول بس تفضل ثانيه واحده. ايه؟ على طاري الغزو، من اسبوع هذا اتصلوا علي من امريكا. اوكي، صديقي بالحرب من 91 امريكي، اوكي، رسل لي ايميل تطارق ايش رايك نكتب قصه حياتنا، فكاتبينها. فهذا اول فصل من الكتاب، اسمه Brothers in Arms. حلو. كل شكر الكتاب. كل شكر لك دكتور، شكر لكم كذلك مشاهدينا على حسن المتابعه. كذي احنا وصلنا معكم للختام. يا ابناء الكويت، ان الكويت امانه في اعناقنا جميعا، فعلينا المحافظه عليها والتضحيه من اجلها بالغالي والنفيس. طبعا اللهم ارحم شهداء الكويت الابرار، ورب يحفظ لنا الكويت وشعبها واميرها من كل مكروه، والله يتمم علينا نعمه الامن والامان.